اهلا بيكم في ذا باشن بوينت. انا محمد تهامي ومكملين مع ذا جوليريستا انجي نبيل اللي اتعلمنا ازاي نستارت هوم ميد جولري بيزنس من البيت. والفيديو ده هنتكلم فيه على اول خطوه المفروض اي واحده عايزه تتعلم جولري ميكنج ان هي تعرفها، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي التولز والماتيريالز. التولز اللي هنستخدمها حاجه اسمها اواسيط او بلايرز. دي بتبقى كل حاجه طبعا ليها الاستخدام بتاعها واشكال مختلفه، لان طبعا كل حاجه بتدي شكل معين في النحاس. والصافه عشان خاطر بنقص بيها النحاس. وفي زي شكوش كده، ده اللي بندق بيه على النحاس عشان في ديزاينز معينه بتبقى محتاجه تبطيط شويه. ده زي سلك نحاس. النحاس انواع كمان، في اصفر وفي احمر. ونزل ليتلي يعني في السوق حاجات كمان ملونه، يعني ممكن يبقى في حاجات واخده كوت لون بينك، اسود، اخضر، الوان كتير، بحيث ان يعني الديزاينز ممكن يبقى فيها لون مش بس لون اصفر. دي التولز تقريبا اللي احنا هنستعملها. اعملي شكوش ومجموعه زي الصفات وحاجات كده وسلك النحاس. ودي البنسات عليها مقاس الخواتم عشان لو هنعمل خواتم. الحاجات دي بتتجاب منين؟ الحاجات دي بتتجاب من خان الخليلي، من سوق الصالحيه. سوق الصالحيه في خان الخليلي. في اماكن كتير طبعا، وحط اليهود وحتت كده. اوكي. بتتجاب من هناك. انا احييكي ان تكشفي كل اسرارك على على الملأ. طيب ده بالنسبه للتولز اللي انا هستخدمها. ايه تاني ماتيريال ممكن تستخدم عشان تعمل بيه؟ طبعا دي. يعني الماستر. يعني انا بحس ان الستونز هي هي الكوين اوف ذا بيس يعني. اوكي. فالاحجار من ضمن الحاجات اللي هنستعملها طبعا في الكورس، علشان البيس في الاخر هتطلع حاجه. فالاحجار دي بتستخدمي بقى السلك ده بتعمليهم في بعض؟ بدخلهم في بعض. وطبعا في تكنيكس كتير اصلا هنتعلمها في الكورس. بالوايرنج. في حاجات كتير زي ويفنج، ويعني في حاجات. أوكي. في كذا تكنيك هنتعلمهم. والاحجار دي برضو بتتجاب من نفس المكان بتاع الادوات دي؟ من نفس المكان. نفس المكان. طبعا هشتري بقى كل الالوان اللي تعجبني. الحاجات اوكي. طبعاً. هو انت عامله مفاجاه غريبه جدا في الكورس، ان انت ده من الماتيريال اللي الناس هتاخدها. تمام. زي ما هو كده. صح. بتدي للناس في الكورسات بتاعتك بوكس زي ده. بوكس زي ده. في الحاجات دي يعني تقدر تستخدمها، ويعني كل ده موجود. عايز اقول لك ان انا البوكس ده لغايه دلوقتي، يعني عايزين مثلا يمكن 5 أو 6 سنين بشتغل في القصه دي. البوكس ده من ضمن التولز المهمه جدا اللي لغايه دلوقتي، حتى انا يعني ابجريدد الحاجات اللي انا بتعلمها وتعلمت الصياغه. برضو البوكس ده هيفضل معاهم يعني. واو. فهم مش محتاجين بقى يلفوا ويجيبوا الادوات دي من حته. هم ياخدوها منك في الكورس. تمام. هياخدوا سامبلز للستونز، هياخدوا جزء منهم هيشتغلوا بيه معاكي في الكورس في العلب دي. فوق هنا. والتولز الثانيه الباقيه اللي هي اللي هيستعملوها يعني. كرم غير طبيعي يعني. وكمان انا جبت برضو زي قماشه كده قطيفه سوداء، بحيث ان هم الحاجه تتحط عليها وهم بيشتغلوا عشان تبقى يعني الكونترست بتاع الالوان يبقى باين. وفي نفس الوقت حاجات اصلها بتجري كده. مش بس بتشيري اسرارك، ده انت يعني كمان بتدلعيهم دلع غير طبيعي. فانت مش محتاجه تلفي ودوري، هتلاقي كل التولز بتاعتك، الاحجار بتاعتك، وهتتعلمي ازاي تعملي منها برودكتس مع انجي. واللي حابب يشتري ويتفرج بقى على التولز دي منين؟ سوق الصالحيه في خان خليل. صح كده. استنونا في الفيديو اللي جاي عشان نشوف. طيب انا عندي التولز وعندي الاحجار، لو انا مش عايز اجي احضر لانجي خالص ولا اتعلم منها، ممكن اتعلم ازاي لوحدي زي ما هي علمت نفسها بنفسها؟ ازاي ممكن انا اتعلم من نفسي وانا قاعده في البيت هاو تو يوز التولز دي عشان اعمل جولري بيسز واقدر بعد كده ابيعها؟ استنونا في الفيديو اللي جاي.